خرجة جديدة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تؤكد وقوف الرجل على كل كبيرة وصغيرة. الرجل الأول في الدولة الجزائرية قرر التكفل بتنقل الأنصار لكوت ديفوار، وذلك لمناصرة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا. رئيس الجمهورية خرج بتعليمة صارمة للتكفل 50% من مصاريف تنقل الأنصار الذي سيبلغ عددهم 2000 مناصر ممن تلقوا التلقيح. قرار رئيس تبون يأتي لدعم عناصر المنتخب الوطني في المحفل القاري، ويؤكد مجددا وقوفه كداعم أساسي لنجاحات البلاد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.